أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات المدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بمقدار 4,200,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 720 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر EGX30 بما نسبته 1.15% ليغلق عند مستوى 11,501 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان النسبية بما نسبته 35% ليغلق عند مستوى 1,960 نقطة. كذلك صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2,956 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 15.66 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع، في حين وصل سعر اليورو إلى 17.75 جنيها للشراء و 17.86 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21.31 جنيها للشراء و 21.45 جنيها للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4.26 جنيها للشراء و 4.29 جنيها للبيع، في حين وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيها للشراء و 4.20 جنيها للبيع.